السلام عليكم خاوتي، كيفكم دايرين؟ لاباس الحمد لله. ذكرنا في الحدود التونسيه خاوتي، او تونس الحدود تاعها بين الجزائر وتونس خاوتي. ها هي شوفوا معايا مليح، ها هي درك نروحوا الحدود هنا يا خاوتي. درك نتعشاو نريحوا شويه نربوزوا شويه باش نقلعوا. راه مسافه بعيده خاوتي، راه من الحدود تونس، من حدود الى عاصمه التونسيه خاوتي تقريبا كاينه 400 كيلو معناها جبده. واش ندير دوك؟ نتعشى ونريحوا ومن بعد نروح. ها الحدود لهي خاوتي، الحدود راهي لهي، شوف راهي الحدود تم، الحدود تم، ها هي حدود. وهذه بلاصه خاوتي التابعه للطرف، ها من هي من هي صرفنا دراهم، صرفناها صرفنا تقريبا نقول 7 ملايين، جاتنا مليون تونسيه، جاتنا مليون تونسيه حاول بدين جزائري خاوتي، ما بين 6 ملايين حتى 7 ملايين، فهمتوا خاوتي؟ هذا هو. درك نروحوا من بعد ان شاء الله ندخلوا لتونس ونوري لكم الاجواء تاع تونس. نروحوا للبحر خاوتي، نروحوا السيبيرات، نشروا المواد الغذائيه شحال تقضينا، 200 الف ولا 500 الف شحال بدين جزائري، نقارنوها بين الدينار الجزائري وكذلك بالدينار التونسي شحال تجيب لنا من دينار او مواد غذائيه خاوتي. مهم خاوتي تصبحوا على خير ان شاء الله، وخذوا ان شاء الله ندير لكم فيديو اخر. السلام. السلام عليكم خاوتي، رانا في الحدود بين الجزائر وتونس هنايا. هاهم خاوتي لا ديوان هنايا، هاهم كي كاشونا الباسبورات خاوتي باش ندخلو لتونس خاوتي. ما نقدرش نصور الداخل، ممنوع التصوير. ندخلو لتونس نصور لكم المناطق خاوتي حتى الصباح الليل ما يبان والو خاوتي. دوكا شويه نرجع لكم خاوتي. السلام عليكم، كي راكم لاباس؟ الحمد لله. رانا في حدود تاع تونس خاوتي، هاهم لابوليس نتاع تونس، هاهم خاوتي. خاوتي هذه قاعة تاع الماء شيتها 14 دينار، دينار جزائري، وخاوتي بالتونسية زوج دينار تونسي، معناها واحد دينار تونسي درهمنا 7000. شتو خاوتي قال لي المعيشة تاعهم خاوتي هنا في حدود نتاع تونس، شوفوا معايا. هذه 14000 درهم، تكون على بالكم معنا تروح لتونس كثر معك دراهم ما تحصلش من بعد. رانا دركا في حدود تاع تونس خاوتي، ها هو، هاي كراسة تونسية وهاي كراسة تاعنا، وراه الإعلام خاوتي تاع تونس. دركا شوية كاشونا في الباسبورات باش ندخلو لتونس. عدونا ربي إن شاء الله نوصل بالأمان. وهذه يا خاوتي بارطاجيو هذا الفيديو. السلام عليكم. السلام عليكم خاوتي، كي راكم؟ على بالي وا على بالي وا. سلام خاوتي الحمد لله. سلام خاوتي، كي راكم؟ لاباس الحمد لله. اليوم رحنا دخلنا الارض نتاع تونس، نتاع تونس، واليوم رحنا دخلنا الارض تاع تونس، كنا في الحدود وكنا الكاشو في الباسبورات. تابعوا معنا الفيديو. رانا رايحين السوسة، رايحين عند سوسة، رايحين نبحرو ونحوسو. يلا نكمله. وهذه هي، صباح على خير. صباح على خير، ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.
صباح الخير خاوتي، لاباس الحمد لله. خاوتي انا لحقنا لتونس خاوتي، وانا في تونس بكا يا خاوتي. صباح الخير خاوتي، كيف مدير لاباس الحمد لله. انا دوكا وصلنا الى تونس خاوتي، دوكا رانا كرينا الدار، نوريها لكم خاوتي كيف دايره. هذه الدار خاوتي، هذه هي خاوتي، كرينا استديو. هذو هما خاوتي، هنا بدراهمنا خاوتي 420، معنا بالدينار التونسي خاوتي جاتنا 60 دينار تونسي، 60 دينار تونسية، بالدينار الجزائري 420 خاوتي. خاوتي هذه هي الدار استديو اللي كرينا خاوتي، هو فيه كليماتيزور خاوتي، هاهو كليماتيزور. هذه هي الرحلة نتاعنا من الجزائر إلى البلد الشقيق تونس خاوتي، تقريبا درنا نهارين المشي، تقريبا 48 ساعة. كل ما نمشو شوية خاوتي الريح، كل ما نمشو الريح شوية خاوتي، ما نقدرش نجيبوها نهار كامل صوت، تعبنا والله خاوتي تعبنا. ادعو لنا بالسلامة والأمان خاوتي. إذا عجبتكم الرحلة خاوتي ما تنسوناش بالاشتراك، وخاصة تفعيل الجرس باش يشوف جديد خاوتي. اللي عنده أي استفسار أو أي مشكلة خاوتي يتواصل معنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.